رجعنا تاني نكمل ليسن نمبر 2 عندنا ساوند كواليتي، سوري ساوند انتنستي. ساوند انتنستي اي انتنستي شده. الساوند انتنستي هي بروبرتي which distinguish between strong and weak. قلنا البيتش distinguish between ايه؟ الهارش والشارب. الانتنستي سترونج اند ويك. في ساوندز بتبقى سترونج وفي ساوندز بتبقى ويك. يعني دلوقتي اللاين صوته سترونج، لكن مثلا ايه السبارو صوته ويك عن عن اللاين. عندي مثلا لو جبت مثلا قارنت بندقيه مثلا ومدفع، مدفع صوته قوي جدا، البندقيه صوتها بيبقى اضعف من المدفع. يبقى انا عندي سترونج ساوند وعندي ويك ساوند. الواي سبرينج مثلا الهمس ده ويك، لكن الشاوتنج زعيق وصويد، يبقى ده ايه؟ ده سترونج ساوند. طيب احنا بقى الساوند بنقيسه، الانتنس بنقيسها بيونت اسمها وات؟ بير متر سكوير. ساوند انتنستي بنقيس عشان كلمه وات دي، حتى مثلا يعني شده الاضاءه بنقيسها بالوات، يبقى الوات بير متر سكوير ده الساوند انتنستي. لو الساوند لو الصوت بقى سترونج بقى لدرجه ان هي بقى مزعج بقى نويزي نويز، فانا عندي النويز الدوشة بقى الضوضاء دي الشدة بتاعتها بنقيسها بحاجة اسمها ديسيبل. يبقى أنا كده عندي في تو يونتس جداد، عندي الانتنستي بنقيسها بالوات بير متر سكوير، والنويز أو النويز انتنستي بنقيسها بالإيه؟ بالديسيبل. يعني أما بقول الساوند انتنستي كأني بالظبط بقول إيه؟ كأني عندي، مش إحنا قلنا وات بير متر سكوير؟ كأني عندي 1 متر سكوير زي ما خدنا كده في الأتموسفيريك بريشر، وفي هنا عندي لينس معين بينزل عنده ايه كوانتيتي اوف ساوند. كوانتيتي اوف ساوند اللي فولز بيربنديكولر على يونت اريا ان 1 سكند ده عباره عن ساوند انتنسي. الساوند انتنسي عباره عن ايه؟ كوانتيتي اوف ساوند فولينج بيربنديكولر اون ا يونت اريا ان 1 سكند. دي يعني ايه؟ ده المفهوم بتاع الايه الساوند انتنسي، اللي هي property which differentiate between sound A أو strong and weak sound. بتعتمد على إيه بقى؟ إحنا اتفقنا الـ pitch بتعتمد بس على الـ A frequency. الـ intensity بقى خمس حاجات. Number one distance. Number two density. مش هنقولهم يعني هنكتبهم بعدين بقى نقولهم بعد كده إيه نرتبهم. Distance density direction area amplitude. نحفظهم كده وبعدين هنمسكهم ايه بالتفصيل كل واحد. distance density direction area amplitude 3D و 2A. distance density direction area amplitude distance density direction area amplitude. دول ال 5 factors اللي بيأثروا في الساوند انتنستي. نبدأ number 1 بالdistance. الdistance بين مين ومين؟ الdistance بين الساوند source والear. انا بسمع، كل ما ابعد عن مصدر الصوت ايه اللي بيحصل؟ لما بسمع ببعد عن مصدر الصوت الصوت بيضعف. يبقى by increasing distance between the sound source and the ear the intensity decreases. فبقول بقى ان الانتنستي inversely proportional to distance، يعني عكس. بس احنا بقى ما بنحسش بالفرق قوي غير بعد الايه السكوير اوف ديستانس. يعني انا دلوقتي واقف هنا وايه يعني هنا والاير بقى هنا ايه سامعه الساوند ده. عشان لو انا مثلا قلنا هنا عشان الاير يعني يعني الساوند بقى يضعف اكتر، فيبقى بعد ايه بعد الديستانس سكوير. فبقول الانتنستي انفرسلي بروبورشنال تو سكوير اوف ديستانس. يعني باي انكريزنج ديستانس الانتنستي مالها ديكريزز، يبقى ريليشن بينهم انفرس. كل ما نبعد عن مصدر الساوند الانتنستي بتقل، لان الساوند بقى ايه بيبقى اضعف، كل ما ابعد اضعف لحد ما يختفي تماما. يبقى ريليشن بينهم انفرس ريليشن. يبقى الانتنستي انفرسلي بروبورشنال تو سكوير اوف ديستانس. فبالتالي بيقول لي لو انا عندي الديستانس انكريزز تو دبل، الانتنستي ديكريزز تو كوارتر. وهنشوف الكلام ده ازاي. لو انا عندي الانتنستي ب 1، الديستانس ب 1، سي مثلا الديستانس ايه؟ 1.
فيبقى الانتنسي هنقول مثلا الانتنسي هي كان هنشيل علامة البروبورشن دي نخليها ايكوال مثلا، يبقى الانتنسي 1 اوفر 1 سكوير، 1 سكوير يعني ب 1، يبقى كده الانتنسي ب 1. لو انا بقى لو الديستانس انكريزز تو دبل، يعني بدل ما هي 1 بقت 2، يبقى كده الانتنسي هتبقى ايكوال 1 اوفر 2 باور 2، يعني ايكوال 2 باور 2 يعني 4، يبقى 1 اوفر 4. يبقى كده الانتنسيتي ديكريزز كوارتر، يعني احنا لما كان الديستانس ب 1 كانت الانتنسيتي ب 1، لما بقت الديستانس ب 2 بقت الانتنسيتي كام؟ كوارتر. يبقى باي انكريزنج ديستانس ودبل الانتنسيتي ديكريزز تو ايه؟ كوارتر. طب تعالى نعمل كده مثلا، ان احنا نقلل الديستانس لكوارتر، عندنا ايه؟ لو الديستانس سوري ايكوال هاف، يعني انا قللت الديستانس الهاف، لو الديستانس decreases to half ايه اللي هيحصل؟ يبقى الانتنسي equal 1 over d square، يعني 1 over half square. half square بكام؟ بكوارتر. كده equal 1 over 1 over quarter. 1 over quarter لو عملتها على الكالكليتر هتطلع لي 4. يبقى كده لما الديستانس decreases to half الانتنسي increases ايه؟ 4 times. لما هنا كانت الديستانس decreases to double، يعني بدل 1 بدل ما هي 1 بقت 2، فالانتنسي بدل ما هي 1 بقت كوارتر، يبقى by increasing distance to double الانتنسي decreases quarter. in opposite بقى الديستانس اللي بقت half، by decreasing distance to half الانتنسي increases to ايه؟ 4 times. يبقى relation بينهم inverse relation، ده بنسميه inverse square law of sound. نسميه ايه؟ inverse square law of sound. ال inverse square law of sound هو ان ال sound intensity inversely proportional to square of distance. ده اسمه inverse square law of sound. the sound intensity is inversely proportional to square of distance between a point معينة وال sound source. ده بنسميه inverse square law of sound. نمبر 2 بقى ايه؟ الامبليتيود. احنا كده اتكلمنا عن ايه؟ الديستانس. نمبر 2 امبليتيود. الامبليتيود ايه؟ الامبليتيود لو انا جبت رولر وثبتها كده مثلا على ديسك وقعدت احرك فيها والعب فيها، مش بتقعد ايه تطلع وتنزل كده تطلع وتنزل، بتطلع وتنزل لحد ايه؟ تبدا تهدى فباي تايم الامبليتيود بتاعتها ديكريز، زي فكره البندلم. البندلم رايح جاي رايح جاي وبعدين يبدا الامبليتيود بتاعته تقل، يعني الماكسيمم ديسبيسمنت بتاعته تقل. يبقى كده الامبليتيود ديكريزز باي تايم، يعني مع الوقت الامبليتيود ديكريزز، فالساوند انتنست هي كمان ديكريزز. يبقى انا بسمع الساوند بهز كده الايه الرول بتعمل فايبريشن كتير، فاسمع سترونج ساوند باي تايم يبدا الفايبريشن ده ديكريزز، فالساوند ايه انتنسي ديكريزز. يبقى ريليشن بين الامبليتيود والانتنسي دايركت ريليشن، بس برضو دايركت بروبورشنال تو سكوير اوف امبليتيود، برضو ما بنحسش بالفرق قوي غير بعد السكوير اوف امبليتيود. يبقى كده الانتنسي دايركتلي بروبورشنال تو امبليتيود سكوير. يبقى كده الامبليتيود سكوير والانتنسي ريليشن بينهم دايركت ريليشن، باي انكريزنج امبليتيود الساوند انتنسي انكريزز. نمبر 3. طب انا عندي مثلا هنا جايب لي تو فيجرز، وعندي فيجر تاني. الفرق بين التو فيجرز دول ايه؟ ده اولا هاي بيتش ده عنده، يعني ده عنده الفريكوانسي مور ذان ده، ده هاير ان انتنسيتي عنده، ان الامبليتيود بتاع ده اعلى من ده. يبقى دي هتبقى ايه؟ هتبقى هاير ان بيتش وكمان هاير ان انتنسيتي، يعني شاربر وسترونجر في نفس الوقت. شاربر لان عنده عنده فريكوانسي هاي فريكوانسي فعنده هاي بيتش، سترونجر لان عنده هاي امبليتيود هاير ذان ده. يبقى ده هيبقى higher in pitch و higher in intensity، يعني هيبقى sharper و ايه و stronger. number 3 ال area ال vibrating surface area. number 3 ال area
of vibrating surface اللي هي ايه ال area او surface area. ال surface area او ال area of vibrating surface يعني انا دلوقتي لو عندي الموبايل عايزه اعلي صوته، احنا بقى واقفين في المطبخ، واقفين بقى بنعمل حاجه وعايزين ايه نشغل حاجه نسمعها، ف والساوند لو او ويك، بعمل ايه؟ بحط الموبايل جوه مثلا بوكس كده من الايه من الجلاس، او جوه بوكس من الايه من الوود، او بحطه في كوبايه، او بحطه على حاجه وود حاجه خشب. لما بحطه على حاجه خشب مثلا او حاجه جلاس او كده، بلاقي الصوت بقى اقوى او اعلى. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي لو انا عندي الموبايل حطيته في بوكس كده من الايه من الوود، فكأن الساوند كله طالع من الوود، من الوودن بوكس ده، يبقى كأن الوود كله بيحصل له فايبريشن، يبقى كأن الساوند طالع من الايه من كله، انا الساوند اصلا اللي جاي نتيجة الفايبريشن. يبقى انا كده عندي لما باي انكريزنج اريا، لما بزود الاريا اوف فايبريتنج سيرفيس، الساوند انتنسيتي مالها انكريز. by increasing area و by increasing surface area the sound intensity increases. عشان كده بيستخدموا حاجة اسمها resonance بوكس. resonance بوكس دوت لو انا جبت صندوق كده من الايه من الوود، بيبقى الوود بتاعه رقيق كده ورنان يعني، فبحط فيه مثلا الموبايل او احط فيه اي حاجة بتعمل ساوند، فالانتنسيتي increases. علشان كده بلاقي ان الالات الوترية زي العود والكمانجا وكده، اللي هو عندي اليود او الفايولين، بتتثبت على ريزونانس بوكس، بيبقى عباره عن البوكس بتاعها بيبقى رنان كده والووب بتاعه رقيق. تو انكريز فايبريتنج سيرفيس اريا سو ات انكريز ايه ذا ساوند انتنسيتي، فهيدي ساوند ايه اقوى. نمبر 4 الميديوم دنسيتي. الميديوم دنسيتي ايه هي الميديوم دنسيتي؟ احنا اتفقنا ان الساوند ميكانيكال ويف يعني نيدز ميديوم تو ترانسفير، كل ما يبقى الميديوم بارتكلز اقرب الساوند يتنقل اسرع واقوى. فعلشان كده الساوند في السوليد سترونجر ذان الليكويد، او فاستر ذان الليكويد، في الليكويد فاستر ذان السوليد. يبقى عشان هو ميكانيكال ويف بتتحمل على الموليكيولز بتاعه الميديوم، فبالتالي كل ما الموليكيولز تبقى اكتر يبقى هو الساوند ايه سترونجر. يبقى انا كده عندي باي انكريزنج دنسيتي الانتنسيتي انكريزز، يبقى ريليشن بينهم ايه دايركت ريليشن. يبقى لما الدنسيتي انكريزز يعني عدد المولكيولز اللي في الايه اللي في الميديوم انكريزز، يبقى الساوند انتنسيتي انكريزز. علشان كده لو احنا مثلا في كربون دايكسايد وفي هيليوم، الهيليوم او الهيدروجين لايتر ذان او اخف من الكربون دايكسايد، عشان كده بنملى بيه البالونز عشان نحذفه. فالساوند في الكربون دايكسايد هيبقى سترونجر ذان الساوند اللي في الاير، او الساوند اللي في الهيليوم، او الساوند اللي في الهيدروجين، لان الكربون دايكسايد الدنسيتي بتاعته مور ذان الدنسيتي بتاعت الهيدروجين او بتاع الاير. احنا الكربون دايكسايد اتقل من الاير نفسه، فعشان كده تبقى الدنسيتي بتاعته هاير ذان الدنسيتي اوف اير، يبقى الساوند ان دنسيتي ان الكربون دايكسايد هيبقى سترونجر ذان ساوند ان اير او ان هيدروجين. عندنا هنا في اكتيفيتي كده، دي حاجه اسمها فاكيوم بامب. لو انا جبت ايه كلوك او بيل وبطلع ساوند وحطيت عليه جلاس جار، فهنا الساوند هيبقى طالع سترونج لان هنا بيعدي في السوليد فهيبقى سترونج، وبدات اعمل ايفاكويشن افرغ الاير، دي اسمها فاكيوم بامب، بشد بيها الاير. كل ما اسحب الاير هلاقي الساوند انتنسيتي ديكريز، يبدا يقل 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 لحد ما يختفي تماما لو فرغت الاير كله. يبقى هنا طول ما في ميديوم الساوند موجود، نقلل عدد المولكيولز بتاعت الميديوم، يبقى الساوند ايه decreases gradually لحد ما يبقى ايه لحد ما disappears يختفي تماما، لان كده بقى فاكيوم، والساوند ده عباره عن ميكانيكال ويف can't transfer through vacuum. يبقى الساوند directly proportional to medium density. يبقى الساوند مع الدنسيتي، يبقى هنا الدنسيتي والانتنسيتي ريليشن بينهم direct relation. نمبر 5 بقى واخر حاجه في في البروبرتيز اوف في الـ في الانتنسيتي، الويند دايركشن. الويند دايركشن اتجاه الرياح، لو احنا بنتكلم او الساوند ماشي في اتجاه في نفس الدايركشن بتاع الويند، يبقى الانتنسيتي انكريزز. لو الويند جاي ان اوبوزيت دايركشن يبقى الانتنسيتي ديكريز. يبقى احنا كده لو الويند والساوند مع بعض يبقى الانتنسيتي انكريزز، لو الويند والساوند اوبوزيت لبعض يبقى الانتنسيتي مالها ديكريز. يبقى كده عندي ريليشن بين الويند وبين الانتنسيتي.
نمبر 3 بقى، احنا كده اتكلمنا على الساوند بيتش والساوند انتنسيتي. نمبر 3 عندي حاجه اسمها الساوند كواليتي. الكواليتي بقى دي خاصيه اللي بتقدر تميز الاصوات عن بعضها حتى لو ليهم نفس البيتش ونفس الانتنسيتي. ساوند كواليتي ان احنا بنقدر نسمع صوت حد، اه ده صوت فلان، حتى لو صوته يعني هو وصوت مثلا علان التاني دوت، الاتنين الصوت بتاعهم ليهم نفس البيتش ونفس الانتنسيتي، بس في نغمه معينه او في بصمه صوت. هالساوند كواليتي دي بقى اللي احنا بنعرف انها بصمه الصوت. الساوند كواليتي وي كان ديستنجويش بتوين ديفرنت ساوند اكوردنج تو نيتشر اوف ساوند، على حسب طبيعه الصوت. ايفن they are equal in pitch and intensity. يبقى في الساوند كواليتي we can distinguish between different sounds according to the nature of sound even they are equal in pitch and intensity. يعني حتى لو الساوندز دي ليها نفس البيتش ونفس الانتنسيتي بقدر اميز ما بينها عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ان انا عندي الساوند بيتكون من تو تونز. اي ساوند عباره عن تون اسمها fundamental وعندي تون تانية اسمها complex form. عندي تون اسمها fundamental sorry وعندي تون اسمها complex ايوه، وعندي حاجة اسمها harmonic. ايه بقى الكلام ده؟ عندي fundamental tone وعندي complex tone وعندي harmonic tone. فاندمنتال تون اللي هي التون الاساسيه اللي موجوده في اي ساوند، زي التون بتاع التانينج فورك، لما بخبط تانينج فورك كده وتعمل فايبريشن، دي تون اساسيه، هي تون واحده بس. ماشي، يبقى الفاندمنتال تون. في عندي بقى حاجه اسمها ايه؟ هارمونيك تون. ايه الهارمونيك تون دي؟ الهارمونيك تون دي اللي بتبقى مصاحبه للفاندمنتال. دي بقى اللي بعرف منها، يبقى انا كده كل الاصوات فيها هارمونيك تون واحده زي بعضها. لكن ايه بقى اللي بيميز صوت عن التاني؟ اللي بيميز الصوت عن التاني ان اي صوت بيبقى عباره عن كومبلكس تون، بيبقى فاندمنتال وهارمونيك. الهارمونيك تون ده دي بقى بتكون ايه؟ بتكون لور بتبقى هاير ان بيتش اند لور ان فريكوانسي، سوري هاير ان بيتش اند لور ان انتنسيتي. بتبقى الهارمونيك تون بتبقى البيتش بتاعتها هاير، عندها عدد ويفز اكتر، عندها فريكوانسي اعلى، لكن الامبليتيود بتاعتها اقل من دي، فبالتالي بتبقى ايه؟ فبقول هارمونيك تون هي اكومبانايز فاندمنتال تون. انا كده الفاندمنتال تون دي التون الاساسيه اللي في كل الاصوات، بتبقى اكومباناي معاها يعني مصاحب ليها هارمونيك. الهارمونيك بقى دي بتكون ايه؟ بتكون هاير ان بيتش، يعني اعلى في البيتش من الفاندمنتال، يعني عندها عدد ويفز كتير، عندها فريكوانسي اعلى، اند لوور ان انتنسيتي، لكن الانتنسي بتاعتها اقل عشان الامبليتيود بتاعتها اقل. بص دي الامبليتيود بتاعتها اعلى من دي، دي الامبليتيود بتاعتها اقل، يبقى لور الانتنسي. يبقى الهارمونيك تون ذا تون ويتش اكومبانايز فاندمنتال تون، التون الملاحقه دايما او المصاحبه للفاندمنتال تون في اي صور في اي ساوند، بتكون هاير ان بيتش اند لور الانتنسي زان الفاندمنتال تون. يبقى دي عندي الهارمونيك ودي الفاندمنتال. هارمونيك مع فاندمنتال يكون لي بقى ايه؟ يكون لي كومبلكس تون. هارمونيك مع الفاندمنتال يكون كومبلكس تون. الكومبلكس تون دي بقى دي الاصوات بتاعتنا بقى. يبقى الكومبلكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن فاندمنتال بلس ايه؟ بلس هارمونيك. الفاندمنتال ثابته في كل الاصوات، يبقى مين اللي مختلف في الهارمونيك؟ يبقى بصمه الصوت جايه منين؟ جايه من هارمونيك تون. يبقى we can distinguish between the sounds even they are equal in pitch and intensity due to harmonic tone. يبقى الهارمونيك تون هي اللي بتميز اي ساوند من التاني، يبقى احنا عشان كده الساوند كواليتي بنقدر نميز بين الساوندز due to harmonic tone. يبقى الفاندمنتال تون الموجوده في كل الساوندز الهارمونيك تون هي اللي مصاحبه ليها، بتبقى بتختلف من ساوند للتاني، فعشان كده بلاقي ان الساوندز عندي بنقدر نفرق ما بينهم في بصمه صوت بسبب وجود الايه؟ الهارمونيك تون اللي بتبقى مع الفاندمنتال تكون لي حاجه اسمها كومبلكس تون. طيب بعد كده بقى هنتكلم عن الويفز اللي احنا بنسمعها. الساوند ويفز بقى احنا اتفقنا احنا كبني ادمين كهيومن اير بنسمع حاجات معينه وما بنسمعش حاجات تانية.
يبقى احنا بقى هل بنقدر نسمع كل الاصوات؟ نو. احنا الساوند ويفز عندنا في عندي حاجه اسمها انفراسونيك، في عندي حاجه اسمها سونيك والترا سونيك. انفرا تحت زي كده الانفراريد، الترا فوق، سونيك في النص. الانفراسونيك ويفز بيبقى الويف بيبقى الفريكوانسي بتاعها less than 20 هرتز، الالترا بيبقى الفريكوانسي more than 20,000 هرتز او 20 كيلو هرتز. هنا بقى السونيك ان بتوين ده وده، السونيك بين 20 وال 20,000. يبقى الانفراسونيك ويفز هي الويفز الفريكوانسي بتاعها less than 20 هرتز، الالتراسونيك الويفز الفريكوانسي بتاعها more than 20,000 هرتز او more than ايه 20 كيلو هرتز. السونيك بين ال 20 وال ايه وال 20,000 او بين ال 20 وال 20 كيلو. احنا بقى كهيومن اير بنسمع ايه؟ بنسمع السونيك. يبقى الهيومن اير احنا كهيومن وي كان ايه هير السونيك ويفز اللي هي بين ال 20 وال 20,000. يبقى لا نقدر نسمع الانفرا اللي هي ليس ذان 20 ولا نقدر نسمع الالترا اللي هي المور ذان 20. ليه بقى؟ لان البرين بتاعنا ترانسليت بيترجم بس الساوند ويفز اللي بين 20 و 20,000. يبقى الهيومن برين كانت ترانسليت، ما يقدرش يترجم الساوندز اللي ليس ذان 20 او مور ذان 20,000. لكن مثلا عندي احنا مثلا الانفراسونيك زي ايه؟ زي مثلا الويفز اللي هي بتبقى قبل الرين اللي هي ايه الانفراسونيك اللي هي بتبقى ايه بتبقى بيفور الريننج. يبقى عندي كده في ستورمز، في عواصف كده بتبقى موجوده قبل الرين فول ما بنسمعهاش، دي بتبقى انفرا. الالتراسونيك مثلا زي الساوند بتاع الدولفين برضه ما بنسمعهوش. احنا مثلا عندنا معتقد ان الدولفينز ملهاش صوت، لا الدولفين ليها صوت، بس الساوند بتاع الدولفين بيبقى التراسونيك يعني مور ذان 20,000 سو وي كانت هير ات. فاحنا عندنا بقى في بعض الانيمالز والبيردز بتبقى عندها انفرا، بتقدر تسمع الانفرا والايه والالترا. مثلا زي عندنا بص بقى الدوج مثلا، بصوا ده هنا الايه البروديوسد يعني اللي طالع، وده الهيرد اللي بنسمعه. هنا في الهيومن بروديوس الساوند اللي طالع منه يعني يعتبر لحد مثلا ايه، بصوا احنا هنا من 0 لحد 20 يعني مثلا ممكن نقول ايه 5 مثلا 7. يبقى الساوند بتاعنا في الرينج بتاع السونيك بيبقى ايه بيبقى سونيك ويفز. احنا بقى بنسمع لحد فين؟ لحد 20. لحد فين؟ لحد 20 كيلو. يعني بصوا احنا هنا ده بالكيلو، هنا ده ايه بالكيلو هرتز. يبقى احنا بنطلع بنقدر مثلا من 0 لحد مثلا 5 كيلو ده اللي احنا بنطلعه، وبنسمع هنا اهو الهيومن لحد ايه من 0 لحد 20 الحته دي كده. طيب مثلا الدولفين بيطلع من مثلا من فوق كده من مور ذان مثلا 5 لحد 1200، هو كده الساوند اللي طالع منه يبقى بصوا لحد ال 1200 يعني انفرا يعني سوري يعني الترا. وهو بقى كان هير من الزيرو لحد ايه لحد 1000 لحد 150، وهو كده بيطلع انفرا وبيسمع الانفرا سونيك وبرده بيسمع اللي لسه 20 يعني بيسمع برده السونيك. فعندي طبعا عندي مثلا حاجه زي الدوج، برده الدوج بيطلع ساوند عادي سونيك عادي يعني مثلا حد 5 مثلا ولا حاجه، لكن هير بيسمع بقى ايه الدوج بيسمع لحد 50 مثلا يعني بيسمع الانفرا وبيسمع كمان الايه الالتراسونيك. البات بيطلع الساوند بتاعه زيه زي الدولفين لحد 120 يبقى بيطلع انفراسونيك، وهير بيسمع لحد برضو ايه 150 يعني بيسمع برضو ايه الانفراسونيك. يبقى عندي حاجه زي الدولفين والبات بروديوس اند هير ايه انفراسونيك. لكن احنا ما نقدرش بقى نسمع الساوند بتاع البات او الساوند بتاع الدولفين لان هو الساوند بتاعه التراسونيك. سوري هو هما بيسمعوا يعني الباتس والدولفينز بروديوس الترا اند هير الترا يعني بيطلعوا التراسونيك وبيسمعوا التراسونيك. احنا بقى وي كانت هير الساوند اوف دولفين اور بات بيكوز الهيومن برين كانت ترانسليت ويفز مور ذان 20,000. عندي
حاجه زي الدوجز مثلا بتقدر تسمع الانفرا سونيك ويفز اللي هي الحاجات اللي اقل من 20، عشان كده بيحسوا بالزلازل والحاجات دي قبل ما تحصل، وعلشان كده برضو بيستخدموهم في الشرطه، بيستخدموهم عشان كشف عن الجرائم وكده، لان هم عندهم السمع والايه والشم قوي جدا، فبيقدروا يسمعوا الانفرا سونيك، وبيقدروا يسمعوا وبيقدروا يشموا كمان بقوه يعني. في بعض مثلا في بعض الطيور والحيوانات في اماكن معينه، زي في الاثيوبيان تشيكن اللي هو نوع من انواع الدجاج يعني الموجوده في افريقيا وكده، اول ما تحس بان هيحصل مطر او كده بتبدا تجري او تهاجر من اماكنها، فالناس بتعرف ان في مطر هينزل، لان هي سمعت الايه الانفراسونيك ويفز اللي هي الستورمز اللي بيفور الرينفول، العواصف اللي بتبقى قبل المطر اللي احنا ما بنسمعهاش. اخر حاجه عندنا الابلكيشنز على الالترا سونيك ويفز. الالترا سونيك بتستخدم في ايه؟ اللي هي مور ذان 20000 هرتز. بنستخدمها في ايه؟ اللي هي بقى جهاز السونار مثلا اللي احنا بنستخدمه يعني في الميديكال، بنستخدم حاجه اسمها السونار. السونار ده عباره عن الترا سونيك ويفز، بيعمل ايه؟ بيعمل بريكنج داون، بيكسر الحصوات، بيريكنج داون ايه كيدني اند يوريتر ستونز، بيكسر الحصوات اللي في اليوريتر وفي الكيدني طبعا بدون تدخل جراحي. هما بيسلطوا الايه الالتراسونيك بيمز دي عشان تكسر، تعمل بريكنج داون الكيدني اند يوريتر ستونز، بتكسر الحصوات الموجوده فيهم. كمان بنستخدمه في الدايجنوسيس اوف ميل بروستات جلاند تيومر. عندنا الميل او الرجال لما بيكبروا بيبقى عندهم بيحصل حاجه مشكله اسمها بيبقى تيومر في البروستات جلاند، عندهم في جلاند او غده كده اسمها البروستات جلاند، هناخدها في يونت 3 دي، ممكن يحصل فيها تيومر يعني ورم او كانسر كده، ربنا يعافينا جميعا. فبيحصل دايجنوسيس بيتم اكتشافه عن طريق الالتراسونيك ويفز. وكمان discovering malignant tumors يعني بعض الاورام الخبيثه ربنا يعافينا بيتم اكتشافها عن طريق التراسونيك. يبقى الالتراسونيك ويفز في الميديكال بنستخدمها ايه؟ breaking down kidney and ureter stones, diagnosis of male prostate gland tumors, discovering the malignant tumors, اكتشاف بعض الايه الاورام الخبيثه. نمبر 2 في الاندستري بنستخدم الالتراسونيك ويفز في ايه؟ في الاندستري سيريلايزيشن اوف فود، تعقيم الفود اللي هي الحاجات المصنعه والمعلبات وكده والميلك مثلا، والايه سيريلايزيشن اوف فود ووتر اند ميلك، بيعقم بقى المينرال ووتر الميلك الفود عن طريق ان هو بيبقى عنده ability to kill some types of bacteria and stop action of viruses، بيقتل البكتيريا وبيوقف ال activity او ال action of virus، فعشان كده بيستخدموه في sterilization of food يعني في تعقيم الفود والووتر والملك. نمبر 3 في الميليتري purposes في الاهداف العسكريه، ان هو بيتم فيه discovery بيكتشفوا بيه الايه؟ land mines، discovery of land ماينز اللي هي الالغام اللي بتكون مزروعه في الارض اثناء الحروب، بيحصل الديسكفرنج بيتم اكتشافها باستخدام الالتراسونيك ويفز. يبقى احنا كده خلصنا ليسن 1 اللي بيتكون عن الساوند ويفز. نتقابل ان شاء الله في ليسن 2 و 3 اللي هنتكلم عن لايت ويف. ثانك يو.